نعم، اولا كنشكروا جريده تيفلت بريس بالمناسبه ديال الزياره للدوري اللي كندون نتعزم خمسه كره العديديه، بالمناسبه ديال الاحتفاء بذكرى موعد المولد ديال سمو الملك ولي العهد الامير مولاي الحسن. وهاد الدوري كيعرف واحد 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 النجاح كبير على المستوى المحلي، وسبب على سبيل المثال المشاركه ديال تقريبا 135 ثلاثي على المستوى ديال الفرق المنضبط اللواء ديال العصبه، ولا البطولات اللي خارجه العصبه ديال 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 العصبه الوسط، من فيها عصبه اطلس سايس عصبه الشاويه. والحمد لله الدوري عرف واحد النجاح كبير على مستوى التنظيم على مستوى عدد المشاركين. وبالنسبه للنادي المنظم راه كيشارك هذه السنه تقريبا 26 ثلاثيه، وراه عرف الوصول ديال جوج ديال الثلاثيات الى ربع النهايه، وهذه النتيجه بالنسبه لنا حنا نتيجه مشرفه بحكم ان كنا بعض الانتقالات اللي كانت مكرهه بالنسبه لنا حنايا، والحمد لله حنا على رقم وثق باش يمكن نديروا نتائج جد حسنه مستقبلا ان شاء الله بحول الله. بالمناسبه بالاقتصاد ديال الاخوان المشاركين في الدوري نقوا الارتياح كبير على المستوى البنيه التحتيه اللي كيتوفر لها النادي، بحكم ان عنده ملاعب محدده في المستوى، ارضيه جيده، اناره في المستوى المطلوب، ولقى الفضاء هذا لقى واحد الارتياح للمستوى ديال المشاركين، وهذا ان شاء الله كيبشر بالخير باش النادي يزيد يحقق نتائج على المستوى افضل مستقبلا ان شاء الله بحول الله.